اكد القيادي في حركه المجتمع الديمقراطي الدار خليل ان قراءه السفير الامريكي السابق في سوريا روبرت فورد لمسار الاحداث تنم عن جهل باستراتيجيه العمل مشيرا الى انهم تحالفوا مع الامريكان والجميع استفاد من هذا التحالف وقال خليل ان ضرب داعش واخراجه من المنطقه هو الانتصار الذي لن نندم عليه القيادي في حركه المجتمع الديمقراطي الدار خليل تحدث في لقاء اجرته معه موقف الاف الالكتروني بخصوص تصريحات السفير الامريكي السابق في سوريا روبرت ستيفن فورد حول استخدام واشنطن للكرد وان الكرد سيدفعون غاليا ثمن ثقتهم بالامريكيين خليل تحدث عن الموقف الامريكي قائلا بخصوص الموقف الامريكي فهذا شانهم ولكن نحن من جهتنا ليس لدينا ما نخسره ان فعلوا ذلك فنحن تحالفنا واستفاد الجميع من هذا التحالف الذي تم ضد داعش فحتى لو جرى ما يتوقع هو فسنكون قد كسبنا باننا عملنا معا لدحر داعش وهذا انجاز فيه فائده للجميع خليل أشار في حديثه إلى أن ضرب داعش وإخراجه من المناطق التي يسيطر عليها سيبقى هو الانتصار الذي لن نندم عليه، واستطرد قائلا: طبعا نحن نتمنى أن لا يحدث ما يتحدث عنه روبرت فورد لكن إن تم ذلك فنحن لم ننشأ ونتطور اعتمادا على الأمريكيين بل اعتمدنا على قوتنا وامكانياتنا الذاتية وسنتابع ثورتنا بجهود شعبنا الذي عليه أن يأخذ بالحسبان ويتخذ تدابيره بحيث لا يتكرر ما يؤذيه بعد سنوات عداء وذكر خليل أن فورت لم يكن يتوقع أن يستمر التحالف الأمريكي الكردي من أجل تحرير ديرزور أيضا بعد الرقة وتابع حديثه في هذا الإطار قائلا التهديد على المصالح الامريكية في سوريا لا يقتصر على داعش ففي سوريا توجد إيران أيضا وتوجد روسيا ويوجد النظام أن قراءة فورد لمسار تطور الاحداث تنمو عن جهل باستراتيجيات العمل وحول سؤال عن الموقف الامريكي من الاداره الذاتيه وامكان اعتراف واشنطن بالاداره علنا رد خليل قائلا امريكا حتى الان لم توضح موقفها من عموم الحل في سوريا ولم تسمي سوريا المستقبل التي تفكر بها في السياق نفسه لم توضح موقفا حاسما من الاداره الذاتيه والنظام الفدرالي ولكنها في الوقت عينه تتعامل مع هذه الاداره عمليا ولامريكا قوات في مناطق الاداره الذاتيه